برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه معاكم فقرات مصر جميلة. في مصر جميلة بنهتم بكل أنواع الرياضة. صحيح السحيرة المستديرة أو كرة القدم بتستحوذ بشكل كبير جدا على اهتمام عدد كبير من المشاهدين، لكن ده ما ينكرش أن كل الرياضات مهمة جدا، وأعتقد أن في الفترة الأخيرة كمان أصبح في يعني جمهور كبير جدا لكرة السلة، كرة اليد وغيرها من البطولات اللي بيتم إقامتها. كرة اليد أو الهاند بول الحقيقة في كتير جدا بيحاولوا ان هم يتواصلوا معاها من خلال صفحة يلا هاند بول. ايه اللي خلى يعني عدد من الاسر المصرية تهتم بالصفحة؟ هل لشعورهم ان في يعني اغفال اعلامي للهاند بول في مصر؟ هل هم محتاجين ان هم يبرزوا الجهود اللي بيقوم بيها ابنائهم بشكل كبير جدا في المباريات اللي بتتم؟ خلونا نعرف اكتر عن الموضوع ده، ايه الفكرة وازاي بيتم التواصل معاهم وايه اللي بيقابلهم في سبيل نشر هذا الموضوع. خلوني ارحب بضيوفي اللي مشرفيني، برحب بالاستاذة اميمة تيسير مسؤولة صفحة او منسقة صفحة يلا هاند بول. اهلا بيكي منورانا وصاحبة الفكرة كمان، مش كده صح كده؟ كمان برحب بالأستاذ علي شاهين المنسق في صفحة يلا هاند بول. أهلا بحضرتك منورنا. أهلا بحضرتك. قولوا لي بقى يعني اهتمامكم بالهاند بول، هل كنتوا بتلعبوا هاند بول ولا إيه الموضوع بالظبط؟ والله إحنا لا، أنا ما لعبتش هاند بول، بس أنا بنتي بتلعب هاند بول وليا ابن برضه بيلعب هاند بول، والبنت في منتخب مصر ناشئة 2000. والفكره دي يعني جات لنا احنا اولياء امور طبعا، كانت من حوالي 3 سنين من نادي الشمس، من داخل نادي الشمس، لان احنا كنا بنعاني ان احنا ما بنحضرش كل المباريات، واولياء امور كتيره ما بيحضروش وكان نفسهم يتابعوا اولادهم. فاحنا فكرنا نعمل يعني ابتديناها باذاعه صوتيه، كان ما بيني وما بين الاستاذ احمد عزت من نادي الشمس، وعملنا فعلا اذاعه صوتيه على برامج تقنيه تليفونات ان احنا نوصل لهم، ولقينا الفكره ناجحه، لان حتى اولياء الامور هم اللي كانوا بيعلقوا على المباريات ساعتها. يعني مش محتاجين متخصصين ولا خبراء. يعني كنا احنا كده مننا فينا يعني. طب ده حلو قوي. وبعد كده طورناها بقى، ابتدينا يعني من خلال التواصل الاجتماعي صفحه الفيسبوك، لقينا ان هو نقدر نطلع لايف ستريمينج، فابتدينا فعلا نعمل على تطوير الكلام ده، ان احنا نوصله بدل ما كان صوت بس، صوت وصوره. علشان كل الناس، مش بس النادي الشمس، لا ده كل الانديه في مصر في جميع المحافظات تتعرف على اللاعبين من كل الدنيا، من كل المحافظه، كل واحد يشوف ابنه او بنته ويشاركه. يعني هي بس سعاده بالغه ان الاب او الام تشوف طبعا ابنها وهي مش معاه في المباراه طبعا، وتعرفوا بالعيله ويشوفوا المباريات، علشان صعوبه الوصول، وخصوصا ان المباريات معظمها ما بتقباش في اماكن البلد نفسها او المحافظه نفسها. صحيح، فالانتقال بيبقى صعب، لكن كده حضراتكم وانتم في البيت بتقدروا ان انتم تتابعوا الاولاد. بيتابعوا بالفعل. طيب ردود الفعل عند الاولاد بقى، يعني عند وهم شايفين الاهتمام ده، وهم شايفين ان لا بقى في نوع اكيد من التجاوب ده اثر كمان على الحاله النفسيه ليهم وهم بيلعبوا في اي مكان، لمستوها ازاي؟ هقول لحضرتك، احنا عمليه اذاعه المباريات في حد ذاتها، وان الاولاد يتفرجوا على الفيسبوك ويبداوا انه يحسوا ان في اهتمام واهتمام بيهم، وان هم يشوفوا طريقه اللعب وعملوا ايه والفرحه بتاعتهم بعد الفوز، او ان هم بيبقى حافز ليهم ان هم يهتموا اكتر بالرياضه. ولي الامر نفسه لما بيحس ان في ابنه يعني ابتدى ان هو يتشاف، ابتدى ان هو يعني مع اصحابه في حياه جميله، بيحس ان هو مجهوده يعني لو تضاعف ابنه هيمارس اكتر. حاجه ثانيه، اصحابه في المدرسه لما بيشوفوه بيبدا ان هم كمان بيهتموا ويفكروا ان هم يمارسوا رياضه. يعني احنا لما جينا فكرنا في الهاندبول ان احنا نبدا نذيع او ان احنا نحط حاجه للاولاد، فكرنا ان احنا على بطوله زي مثلا زي كاس العالم، او ان احنا مثلا في بطوله حاليا دلوقتي مقامه، اكبر تجمع في مصر في الهاندبول موجود دلوقتي في نادي الشمس. التجمع ده فيه 7080 لاعب ولاعبه. في التجمع ده كله لما جينا غطينا، الكل اجمع ان الاول مره حد بيهتم بفرق من الجيزه، بفرق من الحوار في المنصوره، فرقه زي النحاس في اسكندريه. الناس خدت معلومات وزادت قاعده البيانات والمعلومات، ان في فرق تانية مش اهلي وزمالك وشمس وسبورتنج وسموحه، لا ده في شباب صغير يعني لو اهتمينا بيه اكيد
هيستمر في لعبه الرياضه. اكيد، واعتقد ان برضو يعني لابد ان يكون في تواصل مع الاجهزه المعنيه، سواء من يعني الاجهزه المسؤوله عن الرياضه او الاعلام في نفس الوقت. هل ده حصل؟ احنا فعلا تحدثنا مع الدكتور خالد حموده والاتحاد المصري وفعلا قدموا لنا الاول تسهيلات وان احنا نقدر نروح للمباريات ونزحها، بس يعني هو طبعا احنا كدورنا كاولياء امور مش مسموح لنا ان احنا نصور من داخل الملاعب. احنا اتاحوا لنا الفرصه ان احنا نصور من خارج الملعب، يمكن بتبقى الصوره ابعد شويه، خصوصا ان احنا بنشتغل بالتليفونات يعني ما بنشتغلش باجهزه احترافيه يعني. فهم قدموا لنا الكلام ده، واحنا عندنا افكار كتيره لنشر اللعبه يعني، احنا حاولنا معاهم يعني ان احنا نقدم حاجات كتيره قوي عشان ننشر اللعبه في مصر، وخصوصا ان هي الرياضه الثانيه طبعا بعد كره القدم طبعا. وكان هدفنا ان احنا كل الولاد يبقوا معروفين على مستوى مصر يعني، لما نشوف لعبهم يعني هم كمان بيحققوا بطولات وانجازات يعني بالزبط. مهمه جدا، فمن حقهم ان هو والاتحاد قدم انجازات كتيره قوي وخصوصا رياضه البنات. احنا منتخبات شاركت في بطولات دوليه وكاس عالم، ويمكن بنت الاستاذ علي شاهين اخذت احسن جناح ايمن في بطوله العالم السابقه. فيعني احنا في لو رياضه لو استضافوها انتوا ان هو مع المنتخب، وده دليل ان اهتمام الاعلام في ماسبيرو بالرياضه يعني بيوضح الصوره الجميله للانجازات في الرياضه المصريه. احنا تحديدا في مصر جميله بنسعد جدا بكل الفرق الرياضيه، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا فعلا يكونوا متواجدين معانا، وخصوصا بعد ما بيحققوا انجاز يعني. احنا مهتمين جدا في مصر جميله تحديدا، ان شاء الله الفريق كله يكون موجود معانا هنا برضو في حلقات قادمه ويكون ليهم الانجازات الخاصه بيهم. طيب انتوا لمستوا التغيير ازاي بقى من خلال صفحه يلا هاندبول ومن خلال مواقع التواصل واستخدامها؟ ايه اللي اتغير سواء بالنسبه لانشار اللعبه او المحببين ليها؟ هل جذبت اعداد جديده؟ هل كان في تواصل من افراد مختلفين؟ بالفعل هو فعلا حصل في لينك مباشر ما بيننا وما بين الناس من خلال المسجز اللي بتظهر لنا على الصفحه، ان هم بقوا يطلبوا ان احنا عايزين المباريات دي، عايزين نشوف التحليل. كان في اهتمام بالبرنامج اللي احنا عملناه على الصفحه، في برنامج عملناه على الصفحه اسمه بيت علي وضيوف الكرام، كان خاص بكاس العالم، وكلمنا فيه استوديو تحليلي، جبنا فيه كبار المهتمين باللعبه والمسؤولين. انتوا نبيت نفسه بنفس يعني الاعلام بقى خلاص كده يعني احنا بندور بنحاول هو احنا بنسعد بالمنافسه يعني، طالما منافسه مهنيه احنا بنسعد بيها جدا كتلفزيون مصري هو يعني. هو انا طبعا بتوجه بالشكر للناس اللي تطوعت معانا، احنا متطوعين اساسا طبعا. فكون ان المهتمين باللعبه او القائمين على اللعبه من كبار مدربين مصر ومن كبار معلقين مصر بييجوا يعلقوا ويهتموا ويشاركونا البرنامج بافكار وتحليلات تمام. فالاولاد تتعلم تسمعي من الكومنتات قد ايه الناس زادت تكتشف. اهتمامها تكتشف مواهب كمان، واللي ما كانوش كمان. بيلعبوا هاندبول او بيفكروش في الرياضه اساسا شافوا نموذج ان انت ممكن ان انت تقدر اعلاميا ان انت تظهر، ان انت مجهودك يبان صحيح، فمبقاش الدنيا كوره وبس يعني. لا انتوا اكتشفتوا كمان مواهب اذاعيه وحاجات كده جميله. لا احنا كمان احنا معانا مراسلين من كل المحافظات، مش بقول لكم بتكفوا خلاص كده يا جماعه بقى احنا هنتابع الصحه وخلاص. طب سريعا، شايفين ان في مشكلات محتاجين مساعده فيها مننا كاعلاميين؟ احنا معاكم بشكل كبير جدا. أكيد ايه رؤيتكم في الفتره اللي جايه للصفحه، وازاي ان احنا نزود عدد يعني المتعارفين عليها؟ هو بصي حضرتك احنا يعني منتهزه طبعا فرصه ان وجودنا في ماسبيرو يعني معقل الاعلام، احنا عايزين نطلب من الانديه يبقى في تعاون اكتر. يمكن مش كل الانديه قدمت لنا يد العون ان احنا ندخل ونصور، احنا ما عندناش اي موارد ماليه تمام. وما نقدرش نقدم موارد ماليه او نقدم اوفرز للانديه علشان نذيع، فيعني احنا بنرجو ان هم يسهلوا لنا عمليه التصوير. احنا رحنا نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور فتح لنا باب نادي الزمالك وقال لنا اي وقت عشان الجهود الذاتيه، و ان شاء الله ده يكون عايزين موجودين عايزين في كل الانديه تبقى فيها تعاون معانا. سريعا استاذ علي، هو 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 بس يعني بضيف عليها بس حته يعني، الاهتمام من ناحيه الانديه مش مجرد بس تسهيلنا ان احنا نصور، ان احنا ان هم يساعدونا كمان ويمدونا بعض المعلومات، لو يكون هناك احنا بنسال على معلومه او اي حاجه يقدروا صحيح. يساعدونا بيها نشرها لهم او نحطها لهم على الصفحه بتاعتنا، فبالتالي احنا يعني نكون
نكون وجهه ليهم. صحيح. احنا دايما على فكره ده تسويق يا جماعه، يعني ده فن من فنون التسويق، يعني انتوا بتسوقوا للنوادي دي وبتسوقوا لاهتمامهم بالالعاب الرياضيه اللي موجوده فيها، دي فايده مشتركه يعني. فاعتقد ان شاء الله ده يحصل في فتره قريبه. حضرتك احنا المراسلين بتوعنا موجودين في محافظات ما حدش كان يسمع عنها. الناس بتبعت لنا الشغل وبتصور فيديوهات بسيطه للناس. صحيح. قد ايه الفرحه بتبقى جميله معاهم، وان شاء الله الفرحه تكون موجوده دايما، وتقدروا ان انتوا فعلا يكون ليكوا برضو منافسه كده معانا ومتابعه بشكل كبير جدا، سواء من خلال الصفحه وممكن الافكار تكبر اكتر من كده. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. استاذه اميمه التسير مسؤوله ومنسقه صفحه يلا هاندبول، والاستاذ علي شاهين ايضا المنسق بالصفحه، نورتوني يا فندم. كل امنياتنا بقى ل فريق الهاندبول ان هو يحقق انجازات كبيره جدا في الفترات القادمه باذن الله. خلص وقتي مع كل مشاهدينا النهارده، بكره فريق عمل يوم السبت مع مصر جميله. بشكركم والى اللقاء.